ما مخلي بلد اللي قاعد فيها، بنلعب فيه بتدمر، بيت اللي قاعد فيه برجع بيجي على بيروت، برجع بيروت بتاع معارك، برجع من بيروت على الجنوب. حالي قضينا حياتنا هيك. لم تسعف نبيه كل عمليات الكر والفر التي شنها لحماية طفولة بناته الخمس خلال حروب لبنان، فصغيرته ليليان لم تسلم من انفجار بيروت التي زارتها من أبيدجان لتضع فيها مولودها الأول، لتصاب خلال تواجدها في الأسواق لشراء هدية لزوجها. وبعد أن نقلها غرباء للمستشفى لم يتجرأ والدها على رؤيتها، لكن لقاءهما الأخير أشعل أمل عودتها إلى الحياة. أنا بدي خلي صورتها براسي مثل ما هي. أنا هوني أحكي معها، بس قلت له ما بدي أشوفها. قالوا لي بابا مخلي تشوف إيديها. قلت له أنا حكيت معها، دلعتها مثل ما كنت دلعها هي وصغير. قلت لها آخر شي بابا إذا عرفتيني أعطيني إشارة. هي عاملة إيدها هيك، فتحت صبيعك وعملت لي هيك. تجاوب ليليان الأخير لاقى صدى واسعا في الشارع اللبناني الذي لا يزال يعاني من تبعات انفجار المرفأ، فليليان تحولت بين ليلة وضحاها إلى أمل العاصمة. ليليان ظهرت من المرحلة الخضرية هلأ، ليليان عيونها مثل عيوني، بتشوف، كانوا فاكرين أنها ما بتشوف، تسمع، بتقولي لها بتطلبي منها علي ايدك، بتعلي ايدها. ليليان منا واعية وعي كامل بعد، ما بتقوم من التخت، صارت تحرك اجريها وايديها كانت ما تحركهم. ليليان بتبكي صارت لما بشكوها ابرة. ليليان بكت لما شافت صورة ابنها، لازم تشوف ابنها، لازم تحكي مع ابنها، بس نحن ما عم نقدر يعني نأمن هيدا الشيء لظروف خاصة. بتمنى ان شاء الله نقدر بأقرب وقت نقدر انه لانه تشوفه 10 دقائق بس، انه يمكن يعمل لها صدمة إيجابية. يحتم علاج ليليان نقلها إلى الخارج، لكن الظروف الاقتصادية قد تقف عائقا أمام مداواتها. غنوة يتيم، الحدث، بيروت.